السلام عليكم حبايبنا متابعين مصر زمان. حكايتنا عن الرجل النصاب اللي باع برج ايفل. سنة 1925 كان الكونت فيكتور لوستيج اشهر نصاب في التاريخ، قاعد في جناحه الفاخر في فندق الكونكورد في باريس، وكان بيجرى الجرايد ولقي مقال بيتكلم عن الحاجة الماسة لصيانة برج ايفل، لان حالته بقت بتمثل خطورة على ارواح المواطنين. فيكتور شاف المقال وبدأ يتحرك على طول، وبعت جوابات حكومية مختومة بالأختام الحكومية، وطلب أكبر 5 تجار خردة في فرنسا لاجتماع سري جدا في قاعة اجتماعات في فندق ديكاريون اللي كان معروف إن السياسيين والدبلوماسيين بيعملوا اجتماعاتهم المهمة فيه. لما وصل تجار الخردة الخمسة دخلوهم قاعة الاجتماعات، وبعد كده دخل لهم فيكتور وعرفهم على نفسه إنه نائب مدير عام وزارة البريد والتلغراف والاتصالات، وقال لهم انهم قرروا فككوا برج ايفل بسبب حالته السيئة، وقرروا بيعه خردة، واتكلم معهم في كل الامور الفنية. بعد كده خدهم في 3 عربيات حكومية ولفوا حوالين برج ايفل ونزلوا شافوه في حراسة الشرطة، فالتجار اقتنعوا تماما. اثناء الجولة اللي في برج ايفل بدأ فيكتور يتابع التجار عشان يشوف مين اكتر واحد فيهم متحمس للموضوع، وطلب من التجار تسليم عروض أسعارهم بسرية تامة لأن الموضوع يتعلق بالأمن القومي لفرنسا. شاف فيكتور أن أكتر واحد في التجار كان مهتم هو أندري بوسيل، لكن أندري مراته كانت قالت له إزاي عملية زي دي هتبقى سرية، شكله نصاب الرجل ده. لكن فيكتور اتصل بأندري وطلب مقابلته بالسر في نفس قاعة الاجتماعات في فندق ديكاريون. لما راح أندري قابل فيكتور لقي فيكتور بيكلمه عن مرتبه الضعيف وإنه محتاج فلوس ويقدر يقدم حاجات كتير مهمة، ففهم أندري إن فيكتور موظف مرتشي عايز رشوة. فتأكد أندري إن فيكتور موظف حكومي فعلا لأن الموظفين الفاسدين كانوا كتير جدا في الوقت ده. أندري دفع لفيكتور رشوة كبيرة ودفع كمان تمن شراء برج إيفل كخردة، واتفقوا انه يبدأ يفكك البرج من بكرة. تاني يوم راح أندري ومعاه رجالته عشان يفك برج ايفل، وبدأوا يطلعوا البرج ومعاهم عدتهم. الشرطة قبضت عليهم، ولكن أندري مقدرش يعترف على فيكتور عشان خاف من الفضايح، والموضوع ما تعرفش الا بعدها بحوالي 1.5 سنة لما رجع فيكتور تاني وحاول يعمل نفس العملية، بس الموضوع اتكشف وهرب فيكتور وما دخلش فرنسا تاني. وخلصت حكايتنا. السلام.